مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في الأمسية في البلاد اليوم، طبعا لنعود ونولوا للحديث حول مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر. طبيعة الحال الجزائر الآن أصبحت وجهة بدأت تثير اهتمام كثير من العواصم العالمية. قبل أيام شفنا في ألمانيا صور يعني مراكز جزائرية، قبلها في دولة أسيوية نظن إندونيسيا أو ماليزيا. هناك اهتمام كبير جدا، صوت الجزائر المرتفع في مجلس الأمن هذا يعني كذلك يربحك أموال، يعني يخلي المرئية لا فيزيبيليتي، يعني صورة الجزائر تباع في الخارج والناس تعرف شكون هذه الجزائر هذه وتولي تسأل شكون الجزائر هذه إلى آخره. إذا نتكلموا على مناخ الأعمال بمناسبة انعقاد الطبعة الجزائرية الأولى لدراسة يقوم بها يعني مؤسسة أجنبية اسمها PwC، وهذه المؤسسة العالمية هذه تهتم بدراسة مناخ الأعمال والاقتصاد وغيره في العالم كله، بالاتصال مع المؤسسات مع رجال المال الأعمال مدراء ومسؤولي القطاعات وغيره. إذن الملتقى اليوم كان هنا في العاصمة وين عرضوا هذا الكابيني دو دوديتي دو كونساي، يعني للتدقيق وكذلك الإرشاد وغيره. دار اليوم قدم التقرير بتاعه من خلال الطبعة الأولى اللي انعقدت في الجزائر لأول مرة تنعقد في الجزائر بمشاركة طبعا مجلس التجديد الاقتصادي بقيادة كمال مولا، وزراء من قطاعات مختلفة، وزير صناعة المالية طبعا، كذلك رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وغيره، طاقة وغيره من المهتمين بمناخ المال والأعمال في الجزائر. نقول هذا الكلام ليأتي تزامنا مع الندوة الصحفية اللي عقدها وزير المالية بعد اجتماعه مع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقدم مؤشرات جيدة جدا على الجزائر. طبعا نحاول نتكلم على هذا الموضوع رفقة الأستاذ أبو بكر سلامي، هو مدقق جبائي خبير مالي كذلك ومحلل اقتصادي. أستاذ أبو بكر مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. مساء النور، شكرا محمد. طيب ممكن تعطينا نبذة فقط على هذا الـ PwC، يعني هل هو كابيني ولا مؤسسة دولية للوديت، وشو التدقيق وشو في المانجمنت في التسيير وغيره يعني؟ نعم، هذا المكتب مكتب عالمي اللي هو من بين المكاتب الكبرى المعروفة في العالم، برايس ووتر هاوس كوبرز، اللي هو معروف بالعملية التدقيق المالي، الاستشارة المالية والاقتصادية، دراسات تحاليل الاستشراف. مكتب يعني معروف عالميا، هو من بين نظن من بين دائما يكون من بين الخمسة الأوائل في العالم اللي تطبوا لي يسموهم لي بيك فور ولا لي بيك فايف، ساعات لي بيك سيكس، يعني دائما يرتبوا المكاتب. هذا من بين المكاتب الكبرى في العالم اللي عنده ترتيب عالمي محترم، ينشط في الجزائر، عنده مكتب في الجزائر. ما نقدرش نذكر لك شمس سنة دخلوا الجزائر كباقي المكاتب العالمية طبعا. مكاتب الاستشارة، الدراسة هذه قام بها لأنه من مهام، يعني بدون أن أذكر الأسماء أو ندير إشهار للمكاتب، هم كلهم يديروا دراسات، دراسات اقتصادية، عندهم حتى اتفاقيات، عندهم سمعة تاع المنشورات تاعهم. المنشورات تاعهم لما تشوف منشور تاع PwC ولا من بين المكاتب الأخرى اللي تكلمت عليها، كما قلت بدون ذكر الأسماء، الدراسات نتاعهم عندها معناها. هذا أستاذ، هذا هل يشبهوا هذوك يعني لي زونتربريز دو نوطاسيون كيما موديز وغيره في الميدان تاعهم؟ نعم. في الميدان تاعهم. نعم، في الميدان تاعهم. نعم، ميدان الاستشاره والتدقيق والتحليل، حتى يقوموا بعمليات يعني محاسبيه، يعني من المحاسبيه والماليه والجبائيه في العالم، حتى الجبائيه، ولكن في الجزائر فيه ربما تضارب ما بين في القانون يمنعهم باش يقوموا بدراسه جبائيه او الاستشاره الجبائيه، مش دراسه. نعم. نعم. استشاره جبائيه، ولكن هم في العالم معروفين في هذا الميدان، الماليه، المحاسبه، الجبائيه. طيب. ولكن في الاقتصاد بصفه عامه
إذن هما العلاقات تاعهم دائما مع المؤسسات، لأنه حتى هي المؤسسات هي اللي تطلب الاستشارة تاعهم، نعم. هي اللي تطلب الخدمات تاعهم، إذا عندهم علاقات مرتبطة بالمؤسسات الكبرى في العالم والمؤسسات بصفة عامة. معنى أنه هذه WVC أو PWC إذا كان أعطتك نقطة جيدة، السلام عليكم، العالم كله يمشي وراءها ويعتمد على الدراسات تاعها. يعني اكيد، شوف الاخ محمد، حتى تكون الدراسه ماهيش في مستوى عالي، ولكن الاسم، الثقل تاع الاسم وتاع المؤسسه يعطي للدراسه قيمه. انت لما تم تتكلم على السوق الدولي ولا تتكلم انه مؤسسه كما هذه PWC هذه ترهن مصداقيتها اكيد ما راحش تجازف بدراسه غير حقيقيه غير معمقه فيها ربما مغالطات، هذا من لازم نستبعدوه، لانه انا تكلمت على مضمون الدراسه بعد الناس ما يخرج بزاف مضمون الدراسه، من قام بالدراسه، ما هي ويفهمهم المختصر المفيد، النتيجه النهائيه، نروح نستثمر في الجزائر ولا ما نروحش، النتيجه بعد تفاصيل في بعض الاحيان. انا علاش نتكلم هكذا، بعض الاحيان بعض الدراسات اللي ما تكونش، ولكن مكتب كما هذا الدراسه نتاعو عندها وزن. انا يعني لما اي انسان أو شركة أو مؤسسة أو دولة تشوف دراسة اللي هذه مش أول دراسة في الجزائر، هذه أول دراسة في الجزائر، ولكن في الخارج عندها دراسات من هذا النوع، لأنه هذه نظن طبعة 27 اللي اندارت أول مرة في الجزائر، طبعة خاصة بالجزائر اللي هي أول طبعة، ورايح أكيد تكون تتكرر السنوات القادمة. وعندهم علاقة مع دافوس، وعندهم علاقات مع كثير من المؤسسات المالية. ولكن أستاذ، سؤال الذي يطرح، ولا خلينا نروح نسمعوا كمال مولا، نعم. رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اللي كان يعني شريك في هذه العملية هذه وشارك في اليوم، نسمعوا التصريح تاعو ونعاودوا نوليو للنقاش. نسمعوا كمال مولا ثم نعود للنقاش. شوف، كاين اكثر من 7000 شركة اللي راهي اليوم مسجلة في الاستثمار في لابي، هو أكبر مؤشر ليدل أنه الثقة رجعت، أنه فيه يعني سوق محلي اللي لازم واحد يغطيه، أنه اليوم باش نمشيه للصناعة المحلية والصناعة التحويلية باش نقلصوا مصادرات تاعنا. ولكن كل العوامل هذه يبين أنه المناخ الأعمال يعني تغير، مناخ الأعمال يعني تحسن، ولكن الحاجة المنيحة أنه ماشي إحنا نقولوا فيها، أنه اليوم سيت ان أورغانيزم إترونجي اللي راهو يتكلم على المناخ تاعنا اللي إحنا رانا نحسوا به وإحنا نعيشوا به. نعم، سي كمال مولاي يقول بأنه ماشي إحنا اللي رانا نقولوا، سيت ان أورغانيزم إترونجي معروف مشهور كما تقول أستاذ سلامي عالميا، واللي راهو يقول على أنه مناخ الأعمال والاستعمال نعم الأعمال والاستثمار وغيره تحسن كثيرا في الجزائر، و سي ان كليما دافير بروميتور يعني واعد. نعم. السؤال الذي يطرح استاذ، هل يعني اليوم لما البنك الدولي ولا فمي يتكلم عليك بهذه الطريقه هذه ويقدم لك يعترف بالمؤشرات الجيده اللي سجلت في الجزائر ويزيد جي هذه المؤسسات هذه، هل هذه تخلي السمعة تاع الجزائر تزيد تتوسع في الخارج؟ يعني شوف بصراحة، أنا نقول لك تقرير كما هذا ودراسة كما هذه فيها جانبين، فيها جانب اللي هي يعتمد على معطيات حقيقية اللي إما منشورة من طرف جهات جزائرية رسمية أو جهات أجنبية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو أي جهة، وفيه جانب اللي هو مبني على تصريحات العينة موضوع الدراسة، لأنه نعم. فيه عينة طبعا. لما تقرأ التقرير فيه يقول لك تصريح نعم. أو نتائج الأسئلة اللي تقدمت العينة، معناتها فيه جانب أيضا اللي هو السونداج يعني. إذن العينة هذه، إذن الجانب اللي دارته الدراسة نتكلموا كأنها دراسة اقتصادية حقيقية، لأن هذا هو الواقع. أما التصريحات لازم نعود نولي العينة، من هي هذه العينة اللي حوالي 4700 أو 4800 مؤسسة اللي أغلبها تشغل أكثر من 100 موظف، رقم الأعمال تاعها نظن أكثر من 100 مليون دولار أو مليون دولار أمريكي باش ما نغلطش في الرقم. أستاذ، تشغل لديها أكثر من 500 موظف وعندها يفوق الصادرات تاعها
$100 مليون يعني مبيعات صادرات 100 مليون دولار امريكي. أيوة. أيوة. اذا هنا ننظر الى التقرير هذا من جانبين، الجانب المبني على معطيات اللي اخذها المكتب هذا من منشورات رسميه طبعا من هيئات معروفه، ولكن ايضا فيه جانب اللي مبني على تصريح المؤسسات اللي كونت العينه. هنا ثاني لازم نطرح سؤال، ما هي هذه المؤسسات؟ اكيد انا يعني نتوقع بانه اغلب المؤسسات هي مؤسسات تابعه للكريه، هي كريه حتى مؤسسات عموميه. نعم يعني. مؤسسات يعني عموميه او خاصه، لانه هنا عندنا مادام نتكلم على مؤسسات كبرى، لما نتكلم على 500 موظف ماهيش مؤسسه متوسطه او صغيره، مؤسسه كبرى. اذا هي تعطي، ولكن لو بعد ندخلوا في التفاصيل، اغلب النتائج كانت تمد معدلات ما بين 50 و60%. اذا انا هنا اللي لازم نقرا المعطيات تاع التقرير. نتمنى انا من السنوات القادمه، لاننا في بدايه انطلاق الاستثمار وبدايه التغير كما ذكر سيمولا، رانا في تغير في مناخ الاعمال وفي الاستثمار. التقرير استاذ يقول 87% من مسيري المؤسسات في قدرة شركاتهم في تحقيق النمو، مصدقين في قدرة المؤسسات في تحقيق النمو خلال السنوات الثلاث القادمة. ويقول التقرير كذلك أنه قامت طبعا 27 بمساءلة مسير المؤسسات حول العالم بخصوص التحولات التي تؤثر على تصميم هيكل مؤسساتهم. يعني تحولات العالمية من هذا الانفجار المعلوماتي، من الذكاء الاصطناعي، من غيره، من الأمن السيبرياني وغيره، اللي خلى هذه المؤسسات تنخرط في هذا العمل حسب التقرير طبيعة العمل. نعم أكيد هذا الرقم، ولكن فيها أرقام أخرى تخص نواحي أخرى في التقرير. المهم أنه هذه المؤسسات مادام هذا شيء إيجابي من ناحية، احنا لما نتكلم على مناخ الاستثمار ونتكلم على الانطلاقه الاقتصاديه والانتعاش الاقتصادي، رانا نتكلم على قضيه اللي لازم ينخرط فيها اطراف، من اهم الاطراف المؤسسات. مؤسسات اهم شيء، لانه انت الاستثمار شكون يقوم بالاستثمار؟ هم المؤسسات. شكون اللي يخلق الثروه؟ هم المؤسسات. اذا كان المؤسسات بحسب التقرير هذا منخرطه في هذا الميكانيزم او في هذه الاستراتيجيه، هذا شيء ايجابي، لانه احنا كما قلت لك رانا في البدايه نتكلم على 7000 كما ذكر، وكاين البعض يتكلم على 6000 مؤسسه او مشروع مسجل، منها نظن نسبه محترمه من المؤسسات الاجنبيه. هذا شيء ايجابي. إذا يبقى واش هو؟ يبقى بداية ظهور النتائج. يعني علاش التسجيل هو تسجيل؟ نقدر أنه يقدر نسجلوا استثمار، يعني باش نكونوا متفاهمين، التسجيل فيه نسبة معتبرة أيضا لما هيش مشاريع حقيقية أو مشاريع التي لا تكتمل، ولكن يبقى مؤشر. يبقى مؤشر، أنا نقول لك في إقبال، مؤشر على الإقبال، ولكن هذا نربطه في بعد ذلك في إنجاز وتجسيد المشروع وبداية النتائج اللي هي التوظيف، خلق الثروة، بعدها خلق مداخل جبائية، تحريك الاقتصاد، التصدير. هذو كاع نتائج، لأنه إحنا ما يهمنا من النتائج من العملية هذه المخرجات. مخرجات. خليني نسقسيك أستاذ أبو بكر، أنت الآن أنت مكتب تاع التدقيق. نعم. مكتب تدقيق. أنت يعني نقول انت مستشار جبائي ودير استشاره جبائيه، ولكن فرضا انك مكتب تدقيق، ويجيك اجنبي يقول لك يا سي زعمي حاب نستثمر في الجزائر، هل الجزائر لا زالت عذراء؟ هل فيها فرص؟ هل كاين فرص واعده وممكن؟ هل الجزائر الشيء اللي نجو ممكن نبيعه؟ هل اسئله كثيره، بماذا تجيبه وتنصحه؟ مليح، سؤال اللي يوجهني باش نعطيك زوج اجابات. نعم. الجبايه الاولى جبايه ماديه، الاجابه الاولى اجابه ماديه بحته كمكتب راح ندير له دراسه. نعم. الاجابه الثانيه، مادام مؤسسه اجنبيه، انا كجزائري ومن منطلق الوطنيه تاعي، لانه انا مهما كان ربما نقدر نمد صوره حقيقيه 100% اللي ربما تنفر، مثلا نعطيك مثال، ولكن نحاول نعطي له الايجابيات، ايجابيات لاقصى حد، نعطي له الايجابيات، ايجابيات اللي الحمد لله اليوم تشجع على الاستثمار. ما نشرح نقول له انا استنى تبدا تظهر النتائج تاع الناس اللي زلوا لا راح نمد له دراسه حقيقيه، لانه الدراسه لازم تكون حقيقيه، لانه من 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 اخلاقيات المهنه كمهنه تاعي انه تكون المعلومات حقيقيه. ولكن دائما
كجزائري نمد صورة إيجابية على مناخ الاستثمار في الجزائر. وأنا اليوم لو كنت أنا وبالمناسبة ماشي غير الجزائري اللي يقوم بهذا الشيء، هذا حتى التونسي الفرنسي البلجيكي الألماني الأمريكي بالنسبة للبلد نتاعه تسمى كما يقولوا الديفونسون بيفتات يعني أكيد هذا هو هذه هي إذن قلت لك فيها جانب مهني ومادي بحت، فيها جانب اللي هو يدخل في الشعور تاعي كجزائري. إذن هنا الإجابة راح تكون دائما موجبة إيجابية، راح نمد صورة إيجابية لأنه علاش حتى نولي الواقع. بكر سامحني، هذه الصورة الإيجابية قبل ما نمشوا للواقع، هذه الصورة الإيجابية هل عندك بما تدعمها؟ يعني أكيد ماشي لك هنا مؤشرات أرقام ماشي لك هنا كان لو كان أنا وياك محمد نحلوا الوضع الاقتصادي بالجزائر والمؤشرات نلقاو نقول لك ربما 80% إيجابي لأنه راهو في المنطقة الخضراء، مؤشرات خضراء. فيه نقاط لربما ما نتفق شنو هي، قال هنا لا لا هنا لا لا، كاين نقاط ثلاثة أو أربع نقاط اللي نعرفهم مازال، إما ورشات لم تفتح، إما لم تحقق نتائج. إذا راح نمد صورة أنا تسألني على الواقع والحقيقة نقول لك صحيح، نقول لك اليوم المؤشرات أغلبها في الأخضر إيجابية تشجع على الاستثمار. أنا وعلاش مرة على مرة نتكلم على النتائج والله الواقع، لأنه واقع ما نقدرش نغمض عليها عيننا. كنا نقول لك كل ما اتخذ من إجراءات وقوانين لحد الآن إيجابي، يبقى أنه الواقع اللي يجب أن يصدق ذلك. المؤسسات النقاط الإيجابية السلبية اللي لازم نعالجها، هذا هو الواقع. ولكن أستاذ احنا ناس لما تكلم مع في الاقتصاد، انا لست مختصا في الاقتصاد لكن متطفل في الاقتصاد، ولكن عموما استاذ عموما لما تكلم مع الجزائريين كذا على راس المال ورجال المال والاعمال كذا يقول لك راس المال جبان صح. لو كنت تسقسيه تقول له صح هذا راس المال جبان، ولكن هل تعرف واحد في المهن المختلفه اللي عنده لو فلير يشم الفرص ويتحينها ويعرف منين راح، يعني من اين تؤكل الكتف؟ التاجر استاذ، التاجر معايا ولا لا؟ لا قال لك هذه فيها سلام عليك اكيد. وبالتالي هذه المؤسسات اللي راهي تسجل فلابي، هذه الاستثمارات، هذا كذا الى اخره، هذا الناس هذو مجوبنا في تقدير عموم شعبنا يعني اللي راهي يعاود يكرر في هذا الكلام هذا. لا هو راس المال جبان، هو معناتها الانسان اللي يمشي تكون عنده الشجاعه باش يستثمر في التجاره او في الصناعه او في مشروع مربح مهما كان، الاستثمار بصفه عامه معناتها راه تغلب على الجبن. ايوه صح، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود تاعو. معناتها هاد المستثمرين راه عندهم شجاعه كافيه باش يستثمر، خاصه اللي يستثمر الاموال تاعو ما تنساش. لانه حتى في التنقيط تمشي التنقيط تاع العقار، كل ما كان المشاركة الشخصية نتاعك تاع المستثمر كبيرة كل ما عندك نقاط أكثر طبعا. يعني باش تجع، أنا ما نقولش هذا محمد راهو جاي باش يدي 99% قرض بنكي صحيح معليش البونوك لازم تشارك في عملية الاستثمار، ولكن أنك تجي كما يقول لك خاوي اليدين وتجي تحب استثمار العقار من عند يعني من عند الدولة يعني الأموال من عند البنوك، معناتها ما 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 خاطرتش، راك جبان كي راك جبان نقص لك النقاط تاع الشعلقه. ولكن عدد هذا الناس هذوما اللي يجي كما يقولوا في العاميه تاعنا يجي بالفيستا تاعو كذا بلاطا، عددهم في الجزائر عدد كبير بزاف يعني. اكيد شكون كل واحد يقول لك الاموال تاعنا ماذا بيخليهم حتى نكون متاكد من مشروع. اما مشروع هكذا اللي ندخل في هذه العمليه لانه لازم نشارك لانه الدوله فتحت الامتيازات وفتحت باب الاستثمار، اي نشارك. علاش قلت لك كاين في 6000 ولا 7000 نسبه معينه اللي يسجل ماشي يسجل، وتلقى ربما مسجل عده مشاريع. نديروا فاصل استاذ ونوليو للحديث، لانه حتى ذاك اللي يستثمر باموال البنك او رهن رقابته هو يا استاذ مش نفس الدرجه، روح البنوك تلقى ديون والناس لها متابعه قضائيه، ولكن رهن راح رهن ما واش رهن. اسمع قبل ما ندير الفاصل، واش رهن؟ رهن رقبته في البنك. ما رهنش راه شوف رهن الشيء اللي راح يشريه بالاستثمار هذاك. معليش الله يربح اذا كان ان شاء الله يربحنا ينتج ثروه. اكيد نديروا فاصل ثم نواصل النقاش حول طبعا هذه المرئيه لا فيزيبيتي تاع الجزائر في العالم، بحيث اصبحت مؤسسات عالميه يعني مختصة في التدقيق في التنقيط في كذا تتحدث على الجزائر وعلى مناخ الاستثمار في الجزائر، وهذ الناس هذوما يعرفون من أين تؤكل الكتف يعني عندهم حس شم الفلار هذا قوي جدا، ويعرفوا أنه البلد الفلاني بلد واعد
وفيه درعم كما يقولوا بالعامية تاعنا. فاصل ثم نواصل النقاش. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. طبعا نحن نتحدث على يعني على مناخ المالي والأعمال في الجزائر، نتكلم على الفرص، وضعية الجزائر الواعدة، نتكلم على المؤشرات الاقتصادية الكلية حتى الجزئية كذلك، نتكلم على هذه المؤسسات العالمية اللي بدأت تهتم بالجزائر. وطبعا واحد العام واحد الوقت هكذا في الجزائر يعني مسفريو شوية من الناس اللي نقطونا هكذا، الكوفاس وموديز وكذا، خاصة الكوفاس الفرنسية يا الله، كانوا يعني يخبطونا هكذا بنقطة سلبية، والمستثمر ما يجيش الكوفاس، هذو مختصين في التأمينات وكذا إلى آخره، يخاف يجي الجزائر. الآن أصبح العالم يتحدث عن الجزائر لأسباب كثيرة، من بينها مسألة مجلس الأمن هذا وموقف الجزائر على غزة وغيره، الناس اللي تسمع بك، لأنه إذا واحد ما سمع بك واحد ما يجي يستثمر عندك. ضيفي في هذه الأمسية والأستاذ أبو بكر سلامي، مدقق مالي وخبير جبائي ومحلل اقتصادي. أستاذ، قبل قليل سمعنا الأستاذ كمال مولا يتكلم، قال عدد المؤسسات اللي رأي كذا يعني الموجودة واللي رأي تصدر واللي سجلت في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. لا ترى أنه يعني تذكرت قبل قليل العوامل ثلاث يعني في نهوض الاقتصاد، ونظن بأنه لا أنت ولا سيمولا تكلمتوا على المستهلك الجزائري. حتى المستهلك الجزائري اليوم راه تبنى ما يسمى une consommation citoyenne، يعني استهلاك مواطني، يشري عن قناعة وعن وعي وعن إدراك المادة الجزائرية والمنتوج الجزائري. لا ترى أنه هذا في حد ذاته أستاذ مؤشر قوي في أنه الجزائر لازالت عذراء سوق واعدة وسوق مفتوحة على المتوسط وعلى إفريقيا وعلى المنطقة العربية؟ والله أنا ما ربما ما جاتش الفرصة باش نتكلم على بالك المستهلك. مستهلك كما وليدك في الدار، وليدك صحيح تعلمه وتوري له المليحة واللي مش مليحة عن طريق تحسين الإنتاج بالنسبة للدولة، ولكن لما تشوف بأنه ينحرف، لأنه من حقه المستهلك أنه يستهلك، من حقه من حقوق المستهلك أنه يستهلك، ولكن بعض الأحيان لما تشوف بأنها مضرة به وبالاقتصاد، وهذه إجراءات اتخذتها الدولة واتخذتها عدة دول. نعم. قال سنة الأشياء اللي تضر الاقتصاد، مثلا الاستيراد المفتوح على مصراعيه والاستهلاك اللي مازال ربما من ناحية أنه استهلاك غير مضبوط من ناحية الدعم، لأنه الدعم يخلي استهلاك مضبوط، هذه أمر ثاني. الأمر الثالث هو تحسين المنتوج، لأنه من حقه أيضا تمنعه من المنتوج المستورد، حسن له أيضا المنتوج المحلي. وهذا راح في تحسن، ولكن لما تسمع أستاذ لما تسمع أستاذ قريب يعني الكوسميتيك تاعنا، المنتوجات هذو المواد التجميل وغيره صدرت حتى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما حد صدرت حتى لفرنسا. يعني راني جايك أنا كاين تكلمنا في حصة سابقة أنه بعض المنتوجات الجزائري كيمشي السوق يقول له اعطيني المنتوج الجزائري، منتوج فلاني، يذكر الأسماء يقول له اعطيني المنتوج هذا، هو عنده 15 نوع مستورد، وحتى في المحلي كاين عنده خيار يقول له اعطيني المنتوج. علاش؟ لأنه هذاك عطاله نوعية، وهذه اللي نعم، وهذه اللي لازم يقوم بها المؤسسات باش يحسنوا مستوى النوعيه، باش المواطن الجزائري يتعود عليها ويولي يطلبها. ومن ناحيه اخرى الجزائري ايضا كما قلت، الجزائري راه منغمس بهذه الطريقه في هذا، راه كيش نقولوا، راه مشارك في عمليه الانطلاقه الاقتصاديه. اذا المستهلك كما قلت لك كما وليدك، اولا توجهوا، ولكن يلحق درجه وينطبق قانون، قال له دي هذه مضره للاقتصاد، مضره للمستهلك، مضره للمؤسسه الجزائريه، لانه علاش راح يتغلب المنتوج الاجنبي اللي في النوعيه بعض الحين ما يلحقش المنتوج الجزائري. اكيد. واش ندير؟ عن طريق القانون اللي هو ميكانيزم واداه باش نعاود نصحح المسار تاع الاستهلاك، كيما ندير مع المنتج. المنتج ايضا في بعض الاحيان الناس يمشي يقول لك نمشي لاشاروفونت، الشراء والبيع على الحال، لاشاروفونت اون ليطا، هذه يمشوا لها بزاف. الدوله اتخذت اجراءات حتى اجنبي لما يجي، معناتها في الضريبه على الرسم على ارباح الشركات المعدل المرتفع، رسم على القيمة المضافة المعدل المرتفع، الضريبه كلها علاش؟ باش تشجع الناس يمشوا بطريقه سهله للربح تاع شري وبيع،
ما فيش خلق قيمة مضافة امشي للإنتاج امشي للخدمات البيع والشراء أكيد ما ينتج حاجة والأجنبي مثلا لما يجي الجزائر الأربع تاعهم يقدرش يحولها إذن هنا هذه هي الأدوات الأدوات تخلي الناس يمشوا للاستثمار الحقيقي اللي هو الإنتاج الخدمات والأشغال هذو اللي اليوم نظن هذه المشاريع اللي راهي مسجله تقريبا كلها في هذه الميادين ثلاثه ونتمنوا باش انا نقول بلي يجب ان نخرج جميعا عملية هذه ان خاصه نقول ما لازمش تطول لانه قد ما تطول مش انا مشروع كما هذا الحمد لله النتائج الايجابيه اللي بدات تظهر عدد المسجلين بدايه تشغيل الاله تاع العقار الفلاحي بدايه يعني هذه نتائج مشجعه وبالتالي يجب ان يخرج المستهلك والاقتصادي والمحلل والمستثمر والعامل الجزائري لأن مصلحة الجزائر ماشي مصلحة لا فرد لا هيئة حتى العامل الجزائري العامل أكيد ينبغي أن يرتقي بسلوكاته وتصرفاته مع اللي راه يخدم عنده لازم المواطن الجزائري يدرك ويفهم بأنه راه شريك عند هذا المستثمر هذا وشريك نعم شريك يعني يبذل العناية ويبذل الجهد يعني لأنه علاش لو كان ما تنجحش المؤسسة رايح مغدوة يلقى روحه بدون طبعاً. الشغل وممكن طبعاً. لأنه علاش أنا عندي 500 صاحب المؤسسة عنده باش يعيش إلى يوم القيامة عنده لأنه علاش المؤسسة إذا نجحت رايح الفائدة الأولى تعود على صاحب المؤسسة ولكن يستفيد معه الخزينة العمومية والموظف تاعه العامل والإطار تاعه والمستهلك والجميع والاقتصاد الوطني إذا علاش قلت لك أنا الجميع ينخرط ما تقدرش عملية كما هذه تلقى مقاومة تتمشي إلى الأمام وعندك مقاومة تجر إلى الخلف إما ناس ماذا اللي ما مش حابين الاستثمار ينجح إما ناس اللي حبوا يعارضوا لأجل المعارضة فقط يعني ما يتكلم لكش إلا على السلبيات إحنا على الأقل نتكلموا على الإيجابيات في بعض الأحيان السلبيات قال هذه سلبية وصلحها طبعاً. الجميع ينخرط بما فيه مؤسسات ومستهلك وموظف وصاحب المؤسسة والدولة كإدارة اللي لازم توفر كل شيء لأنه علاش المستثمر أنا نتكلم عن المستثمر الأجنبي خاصة اللي علاش هو اللي مدسورة للمستثمرين الأجانب الآخرين لماذا بينا كما قلت أنت التنقيط هذا التنقيط راح يمد صورة في العالم للترتيب الجزائري كاين هيئات كل عام ترتب الجزائر في البطالة في الاقتصاد في النمو في ال 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 كيش نقولوا في نوعية الكادر البشري في كل شيء هذا قاري ماشي قاري متكون موش متكون أكيد إذن لازم أولا ما نضيعش الوقت ثالثا الرقابة الشديدة في الميدان أنا علاش نأكد عليها ولكن خسرنا كلش درنا كلش ينجح لازم ولكن أستاذ أنت لما يجوا القطريين يستثمروا 3.5 مليار دولار في مشروع واحد في مشروع واحد في مشروع واحد تصور 10 35 مليار هي ميزانية ماشي دولة دول أكيد. هل برأيك يعني هذ الناس هذو ما يجوا يستثمروا هكذاك برك ولا يعتمدوا على تقارير مثل هذه وهل برأيك هم سيكونون سفراء لصورة الجزائر في الخارج يعني. أنا نعطيك كيش نقولوا هنا نكدوت ولا حكاية صارت لي إنسان بقيت نتناقش معه على الموضوع تاع المشروع هذا قال لي المشروع أنا على بالي وراني قريب جدا من الملف ما كانش دراسة حقيقية للمشروع هذا والسعر وما على باليش قلت له شوف قلت له أنا لو جيت قطري ما نجيبش 3.5 مليار دولار وإن كانت راح تكون مقاسمة ما بين الطرفين نعم. بنسبة 49.51 ولو مليار ونص دولار مليار ونص 700 دولار قلت له حتى وتكون دراسة لم نقم بإعداد دراسة هو راه دار الدراسة تاعو طبعا وراه دار البحث تاعو القطري هذا تجربة ناجحة تجربة ناجحة في قطر ولأنه لو شاف الدراسة ماهيش في مستوى أو المشروع ماهوش مربح ما راحش يخاطر معك مادام خاطر فيها فائده ومادام كاين الفائده راح نتقاسموها حتى 49 و5 راح نتقاسموها معاه نعم. نخسروا في زوج نربحوا في زوج واللي يجيك يستثمر خاصه في شراكه معناتها راهو متاكد ودار الدراسه نتاعو بانه المشروع مربح طيب كل هذه الامور استاذ يعني هذه المعطيات اللي ربما خلينا نبداو نتكلموا منذ ندوة صحفية اللي عقدها وزير المالية مع يعني عقب لقائه مع ممثلي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ثم بعد ذلك بدأ تظهر مؤشرات أخرى إلى آخره كل هذا أستاذ هل برأيك اليوم ينبغي للجزائري اللي عنده المال وعنده القدرة على الاستثمار وعنده ينبغي أن ينخرط ويقلع
على يعني حكاية هذوك تاع القهاوي وما كان والو حابسة وما كاش البيع وتسمى ولما تتلاقى بهم تقول نصدق عليه مسكين باش تكون صدق عليه مرحبا ما ايه صح شغل يعني يرسم لك صورة سوداوية يا ناس هذه الصورة هذه قائمة على دراسات وكذا انه سمعت قالوا قريت فيسبوك كذا الى اخره. هل برايك اليوم المتعامل اللي عنده صوار ده في الجزائر استاذ الناس اللي عندهم المال وعندهم ده يصرفوا شويه على روحهم يروحوا يديروا دراسات حقيقيه ويعتمدوا على المؤشرات اللي تقدمها الدوله الجزائريه مصادق من عليها من قبل مؤسسات عالميه؟ شوف هي كاين اصناف اما المؤسسات اما الافراد اما المفكرين اما المحلل اما كاين هذاك اللي ربما يقول لك 100% ايجابي وانا ضد هذا الشيء 100% سلبي ضد هذا الشيء. على الاقل كاين صاحب الوسط اللي واش يدير اذا ماهوش قانع هو ما يحاولش يقنع الناس بانه هذا مشروع فاشل قال مثلا الاستثمار ولا ما تقوم به الدوله ماكش قانع على الاقل خليها ليك. وكاين فئه اللي ماشيين بعقل وبقناعه بانه الايجابي اكثر من السلبي ولازم نزيد ندعم الايجابي هذاك. كاين الناس شكون هادو اللي انا تكلمتك على المقاومه اما واحد عنده المال مش مصرح به يخاف يبانوا في الاستثمار ويزيد يشجع الناس بانه ما تستثمرش. وكاين الناس اللي على بالو باللي ماشيين لتطبيق القوانين والشفافيه والرقمنه والقضاء على المعامله بالنقد وكذا وكذا اليوم جايين ان شاء الله في ورشات قادمه. مازال ما سمعتهاش مليح هذه عاودها لي استاذ المشاهد ما سمعش واش كنت تقول دوكا. قلت لك احنا ماشيين لتطبيق القوانين عاودها المشاهد نتكلم على ماشيين للرقمنه الشامله هذه يعني لا رجعة فيها لاحتواء السوق الموازيه صح زين للحد من استعمال النقد للانطلاقه الاقتصاديه وحتى الاداره راح تكون ان شاء الله محاربه البيروقراطيه لانه اليوم موجوده لما تدخل للرقمنه خلاص يعني اذا كان العجله هذه ماشيه كاين الناس ماذا بهم ما تمشيش العجله هذه. الناس اللي مستفادين من الوضع الحالي من البيروقراطيه ومن المحسوبيه ومن الرشوه ومن عدم تطبيق القوانين وعدم التصريح للادارات المختلفه وعدم الاستثمار في وين كاين الاموال الحقيقيه في شفافيه ويستعملوا الرقمنه هذو ماذا بهم الوضع يبقى كما راه وهذا هما مصدر المقاومه وهذا هو المصدر اللي واحد يمشيها في 10 و10 يمشيها في 100 يا ودي ما كان والو. ولكن استاذ هذا الوضع هذا اللي تتكلم عليها يعني ما راحين نخرجوا منه لا محاله في الجزائر. يعني نقول لك نخرجوا منه ماشيين حتميه تاريخيه يعني. نعطيك الواقع انا كاين بعض الورشات صحيح الحكومه تخاف تفتحهم ورشات كبرى نعطيهم حق ولكن لا ما لا لا كيما يقول لك لا مناص منها طال الزمن او ما طالش صحيح ربما الحكومه ما تحبش تفتح كل الجبهات نعم طبعا. جبهه بجبهه مش ورشه بورشه ولكن هذه الامور اللي تكلمت عليهم مازال امور اخرى ماشيين ليهم ويجب ان تفتح هذه الورشه. خلينا نعطي معلومه للمشاهد الكريم انه كثير من المعاملات التجاريه في الجزائر بدات تتفوتر يعني اللي هو داير باله باللي ما كاش الفوتره في الجزائر لا موجوده الفوتره وفي بعض الاحيان بدأت في مسائل بسيطة جدا يعني. أنا كتجرني باش نهضر لك على قانون أنا نشوفه ممتاز قاوموا كاين ما كانت مقاومة وناس ما دا حبوا يديروا ادعاءات باللي دعايات محاربة مضاربة نتائج تاعو ظهرت طبعا ظهرت في الميدان لأنه خلاص كاين ناس ما آمنوش في البداية شفناها في رمضان شوفها في الدكتور في رمضان أكيد لم نشتكي من وفرة ولم نشتكي من اسعار كل شيء كان في المعدل في المستوى يعني الحمد لله ما الفلاح ما اشتكاش ما قالش راني نبيع بخساره التاجر ما قالش نبيع بخساره المستهلك ما قالش نشري باسعار مرتفعه جدا الا حالات خاصه جدا ما نتكلموش عليها لانه هذه الحشاده حاله شاذه والشاذ لا يقاس عليه يؤخذ ولا يقاس عليه. اذا انا نقول لك بانه ماشيين انا نتمنى كل القوانين تعالج بنفس طريقه قانون محاربه المضارب قوانين يعني تاع الردع للممارسات التي تضر بالمستهلك تضر بالاقتصاد الوطني تضر بالمؤسسة الجزائرية وتضر بالمالية تاع الجزائر والصورة تاع الجزائر في الداخل وفي الخارج هذو لازم لك قوانين صارمة لأنه علاش أنا بالك ربما الناس كانوا ينتظروا أن الناس تخرج تحتج على قانون المضاربة وهذه قريناها وسمعناها ولكن الحمد لله التطبيق تاعه في إطار القانون كانت شوية مقاومة في البداية ولكن مشى والحمد لله النتائج تاعه اليوم عادت على المستهلك عادت على الاقتصاد الوطني هذا هو اللي نتكلم عليه أنا
الواقع خرج قانون وطبقوا رايح تكون النتائج تاعو. ما كاين امور ما لازمش خاف. انا ندي نوجه حتى للحكومه، كاين امور ما لازمش للحكومه ولا السلطه تكون في موقع الخوف. بالعكس اللي راه خارج على القانون وراه ضد الاقتصاد هو اللي يكون في موقع الخوف. طبعا كاين مساله كذلك مهمه جدا استاذ، احنا نتكلموا على المتعامل الجزائري، نتكلموا على مجلس التجديد الاقتصادي ولا اي تنظيم، او نتكلموا على المتعامل يعني اللي عنده المال يبيع ويشري في الجزائر ولو يعني ما كانش متعامل. هل برايك، انا قبل قليل سالتك على مسألة المستهلك، أنه اليوم راه يستهلك مواطن بشكل مواطني، يعني هل برأيك اليوم الجزائري هذا الجزائري البسيط اللي ربما ما عنده والو في جيبه ولكن راسه معمر بالأفكار وبالمشاريع، ينبغي أن يدرك أنه في رقعة جغرافية هي في حد ذاتها، هذه الرقعة الجغرافية هي في حد ذاتها هذه كما يقولوا يعني اون زون داكتيفيتي اوفرت، منطقة حرة يعني. انت مفتوح على افريقيا، مفتوح على افريقيا الغربية، مفتوح على اوروبا، مفتوح على المنطقة العربية، قوانين كثيرة تسهل لك، بدأت تنحي لك الجمركة وهذيك والرسوم وكذا. هل برأيك اليوم المتعامل الاقتصادي لازم يدرك، ما يبقاش يفكر غير في الجزائر يعني، ويرتقي بنفس السرعة اللي يصير بها الحكومة وتصير بها التعديلات الثورية اللي قامت في التشريع، قانون استثمار المناطق الحرة، الصرف والنقد، قوانين كثيرة جدا يعني. شوف لما تضحك مازال غير راح نقول لك حاجة إيجابية بزاف، انت لما تكون واحد راك تجبد فيه باش تخرج لمنطقة الأمان وهو ثقيل تسعفه ولا تحتم عليه باش يكون يمشي في السرعه نتاعك، تحتم عليه في منطقه خطر خرج من منطقه الامان ولكن تحتم عليه خليه يجري. الدوله راهي تحتم عليه بطريقه غير مباشره. خليني نقول لك مثلا مثال اللي كان يبيع الحاله ما يرفض ما يحط، يشري من دوله، يشري من دوله يبيع في يبيع في البحر، ما يبيعش ميم با ما يديشارجيش ميم با. هذا حبسوها له خويا ارواح حبيت تبيع معليش ما كاش تستورد بدرهم للخزينة العمومية، بصح زيد قيمة مضافة. هذه اللي قلت لك أنا، شوف المؤسسة والمواطن والموظف والمسؤول إطارات الدولة، هذا وقاع لازم يمشوا بنفس السرعة. وإذا ما مشيش لازم يمشي كما قلت نعطر القوانين، طبق القانون، قانون خرج يطبق. أنا نعطيك أمثلة قوانين راهي تتأجل كل سنة، وعلاش تتأجل؟ نعطيك تاع جهاز الدفع الإلكتروني 3 مرات يتأجل، علاش يتأجل؟ فرضته عن طريق قانون نلغيه، لأنه علاش لم يطبق جزئيا، خلاه المواطن في حاله. لا، قانون المالية يقول أعطاه أجل يطبق، يفوت التطبيق فيه غرامات تطبق. خويا خير الجهاز نعطيه لك باطل، حطه كما يمشيش قول لي، دير لي احتجاج بأنه ما مشاش ولا الريزو كاين تقول لك الريزو ما يمشيش معليش، ولكن القوانين تخرج تطبق وتطبق بحذافيرها وتطبق برقابة. هذا هو اللي علاش درنا قوانين باش يحترمك الناس. هو يجي الاجنبي يقول لك عندك قوانين، نشوف قانون الماليه الماده الفلانيه يؤجل تطبيقها الى 31/12/2024 ومن بعد 2021. لماذا حتى نخطو خطوات يا محمد؟ اسمحني انا معاك، ولكن السرعه لانه انا نضيع في وقت الاستثمار، ماذا بينا ما تخرجش هذيك الصوره اللي ربما رماديه، الصوره ناصعه أموال. الوقت أموال. أموال. نعم. لأنه هذه الصورة الإيجابية تجيب لك أموال، ينجح الاستثمار. أنا فقط نقول بأنه كاين بعض الورشات لم تفتح يجب أن تفتح، كاين بعض القوانين لا تطبق يجب أن تطبق وتكون شوية سرعة في التطبيق. نزيدك سؤال آخر في كلمتين، أو يسمع فيك واحد حاب يدير دراهم في الجزائر، ممكن كاين فرص يدير دراهم؟ يدير دراهم بسهولة. أنا ما عنديش، أنا درك مكتب دراسات في راسي راهم 3 مشاريع ولا 4، ولكن يخصك ربما هذاك الجزء يعني المشاركه الذاتيه. يعني يحب يدير الاموال في الجزائر، يدير بلاد فيها دراهم، يدير فيها دراهم وصافيين وما يقعش تحت طائله العقوبه تاع القوانين، وينجح ويربحوا معه الناس ويربح التريزور بيبليك والاقتصاد الوطني والمواطن،
والمشاريع مفتوحة عندك. وشنو مثلا بعض التساؤلات أنا نقول وعلاش وعلاش العقار منصة العقار ما نديروش العقار اللي موجود على المستوى الوطني؟ علاش نقول هذه أول عملية مديت 87 عقار؟ لا لا دير لا اسمح لي دخل كلش في المنصة افتح المنصة ما يحسش المواطن بأنه عملية كأنها استثنائية تولي عملية عادية في الاستثمار. لأنه عملية الجرد والإحصاء وكذا راهي تمشي تدريجيا أستاذ أبو بكر. أنا أقرب على بالي عملية فيها عمل في الميدان وراهي كما قلت المنصة هذه تتعمر من كل ولاية وكاين تاع القطاع العمومي وكاين يسترجع من المستثمرين اللي ما خدموش وكاين وكاين، ولكن خلينا نولوا كباقي الدول أنه العمليات هذه تمشي بطريقة عادية وننتقل إلى السرعة القصوى. السرعة القصوى. أشكرك أستاذ أبو بكر، الحديث معك شيق ويشهد الله أننا في مكانك راح نقول أننا لم نقل في هذه الحصة إلا ما نعتقده صادقين وجازمين، يعني ما في حتى وكأننا نقدم شهادة وجهة نظر إحنا صحاح غالطين الحق المطلق عند رب العالمين، وكان كاين مؤشرات وأرقام تؤكد ما نقول. أشكرك مجددا أستاذنا الكريم، الحديث معك شيق. مشاهدينا الكرام، برامج البلاد متواصلة، سعيد دائما بخدمتكم، ألقاكم الخميس إن شاء الله نفس المكان نفس التوقيت، إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.